صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل بيشوفونا على شاشة قناة تان، وطبعا لكل الأخوة المسيحيين ميري كريسمس. كل سنة وانتم طيبين. ميري كريسمس يا نور، صباح الورد عليكي. صباح الورد عليك يا مها، وميري كريسمس لينا كلنا، مش بس الإخوة المسيحيين، كلنا بنحتفل بسنة جديدة، عام جديد بإذن الله، عام 2019. بنتمنى فيه حاجات كتير قوي حلوة، بنتمنى حاجات لبلدنا، وبنتمنى حاجات لينا ولإخواتنا ولكل الناس اللي حوالينا. المهم إنها كلها أحلام وأماني كويسة، يا رب نقدر نحقق ان شاء الله يعني ربعها، لان دايما عندنا اكسبكتيشنز كده. عندنا النهارده فقرات برضو مهمه بتتكلم عن الموضوع ده، مش كده؟ يعني احنا مثلا عندنا فقره من الفقرات هنتكلم فيها عن الواشنج ليست، ازاي تقدر تعمل قائمه بالامنيات اللي نفسك تحققها في 2019، بس طبعا من غير افواره او مغالاه فيها. يعني ما تبقاش عايز مثلا تبقى رائد فضاء في 2019، مش هتيجي من 3 4 ايام، فنخلينا كده ايه في المعقول. فهنعرف النهارده ازاي نعمل الواشنج ليست دي مع استاذه أمل رضوان، خبيرة التنمية البشرية وعلم الاجتماع. أما بقى ضيفنا أستاذ محمود العسقلاني، مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء، هيتكلم معانا بقى ويجيب لنا كده الموضوع من جدره زي ما بيقولوا. الأوكازيونات الوهمية، إزاي تقدر تعرف الأوكازيون الحقيقي من الأوكازيون الوهمي؟ إزاي تعرف تشتري الحاجات بأسعار مخفضة من غير ما يضحك عليك؟ دي بيتهيألي فقرة مهمة قوي، لأن من فترة كده كان في ناس بدأت تعرض فاكرة على السوشيال ميديا، بقوا يعرضوا أسعار الحاجات ويقولوا بصي دي يعني طلع إن ما في، يعني إن الأوكازيون وهمي. انه في فرق في السعر، بيتعامل بشكل معين، بيتحط ليبل مختلف. بالظبط، بيتحط الليبل بسعر عالي جدا جدا. أيوة. على اساس انه احنا يعني كده عملنا اوف، وهو كده كده مش اوف ولا حاجه، او مش سيل ولا حاجه، هي بترجع تاني لسعرها الطبيعي، وساعات كمان ممكن تبقى اغلى من سعرها الطبيعي. فاحنا عايزين ناخد بالنا برضو من السيل الوهمي او الاوكازيون الوهمي، وده اللي هنتكلم فيه النهارده في فقرتنا. في ظل بقى الاحتفالات يا جماعه، تعالوا ندخل بقى في مجموعه سريعه كده من الاخبار، واحنا لسه في تحت ضوء الاحتفالات. فالنهارده مؤسسات وصحف ووسائل اعلام وقاده في دول كتير جدا بيحتفلوا بمناسبه مرور 100 عام على ميلاد بطل الحرب والسلام الذي عاش من اجل السلام ومات من اجل المبادئ، الشهيد الرئيس الزعيم محمد انور السادات. وده لان هذا الرجل العظيم ما كانش مؤثر بس او ملهم في مصر، لكن في كل دول المنطقه. يعني كفايه ان احنا نفكركم ان الرئيس الامريكي في بدايه الشهر استصدر قانون من الكونغرس الأمريكي لتكريم اسم الرئيس السادات بطل الحرب ورجل السلام، تحية إلى روحه الطيبة. املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام. البطل الشهيد صاحب دعوة السلام، ولد محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918، وترعرع بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، التي تركت أثراً كبيراً بالسادات قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليلتحق هناك بالمدرسة. شاب طموح يتطلع من صغره لمهاتما غاندي ومحمد كمال أتاتورك. تزوج السادات من جيهان صفوت وأنجبت له 4 أولاد. كان التحاق أنور السادات بالكلية الحربية هو نقطة الانطلاقة والفتيل الذي أشعل ثورة يوليو، حيث اجتمع الشاب الدلتاوي وجمال عبد الناصر ومجموعة كبيرة من رموز الثورة على سخط الإنجليز ليؤسسوا بعد لقائهم تنظيم الضباط الأحرار. وفي تمام الساعة 7:30 في صباح يوم 23 من يوليو، انطلق صوت البكباشي محمد أنور السادات من دار الإذاعة المصرية بالقاهرة للعالم كله ببيان الثورة الأول. أني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير. بدأت مصر عهدا جديدا، وهو عهد الرئيس محمد أنور السادات الذي تولى حكم مصر يوم 29 من سبتمبر عام 1970 بعد عقد استفتاء شعبي عقب وفاة جمال عبد الناصر. لقد شرفني أن يقول أكثر من 6 ملايين رأيهم بنعم، واعتبرت ذلك حسن ظن مسبق أعتز به، وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن أكون أهلا له وجديرا به. وفي أكتوبر عام 1973 عبرت مصر الهزيمة للنصر، وتحولت المحنة إلى منحة بعد تحطيم خط بارليف. ها
هذا النصر الذي أدى إلى استرداد مصر لكامل أراضيها المحتلة، ورسم السادات أولى خطى السلام لإعادة تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا، وأعلن إعادة افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية. وباسم مصر أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء، شريانا للسلام. ورغم أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذا اليوم الذي سيحتفل فيه الرئيس السادات بذكرى انتصاره سيكون هو ذاته يوم اغتياله صباح ذلك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 1981، فلم ينسى التاريخ الرئيس الراحل أنور السادات حتى الآن. فمع خوضه الحرب وتحقيقه انتصارا عظيما، خرجت العديد من الأعمال الفنية من السينما والتلفزيون، ويعد من أشهرها فيلم أيام السادات للفنان أحمد زكي الذي يتناول قصة حياة الرئيس الراحل. وبالإضافة لحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 1978، وبمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا لتكريم الكونغرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات بميدالية الكونغرس الذهبية إشادة بإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط. أن تحب وأن تحب لهي أعظم نعمة في الوجود. رحم الله شهيد الحرب والسلام. احنا كلنا على فكره كل سنه بنحب في انتصارات واحتفالات 73 ان احنا نتفرج على فيلم ايام السادات. في الحقيقه رائعه طبعا، يعني الموسيقى اللي احنا كنا سامعينها طول الوقت في التقرير للموسيقار الرائع ياسر عبد الرحمن، الاخراج طبعا للمخرج العظيم علي بدرخان. احنا بنتكلم يا جماعه على يعني زعيم بمعنى الكلمه قلما يجود به الزمن. احنا بنتكلم على استكمال لمشروع القومية العربية اللي بدأه الزعيم جمال عبد الناصر، لأن احنا عارفين أن حرب 73 الانتصار تم بمساندة جميع الدول العربية وتعاون جميع الدول العربية، يعني هو كان انتصار لمصر والعرب واستكمالا للمشروع، وهو مشروع القومية العربية. وطبعا احنا بنتكلم على بطل الحرب والسلام، رحم الله الزعيم العظيم محمد أنور السادات. رحم الله الراحل العظيم محمد أنور السادات. وطبعا يمكن هو ضرب مثل للكل، سواء كل العرب أو العالم كله، في القوة، يعني بطل الحرب والسلام زي ما قلنا ضرب المثل في القوة والصرامة والحزم وأيضا حسن التخطيط. أنت عارفة أنه كان بيكتب مقالات وكان كاتب عظيم وألف كتاب البحث عن الذات، وهو بيوغرافي عن قصة حياته، وبإيرادات بيع هذا الكتاب تم التحديث وتجديد قرية ميت أبو الكوم مسقط رأسه. ما شاء الله، طبعا يعني ربنا يرحمه يا رب بإذن الله. وبنتمنى أنه الفترات اللي جاية نشوف نماذج زي الراحل العظيم محمد أنور السادات. خلينا بقى نرجع تاني لأخبارنا، وكل سنة طبعا حضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الكريسماس زي ما قلنا في بداية الحلقة، عايزينكم بقى تحتفلوا وتنبسطوا وتطمنوا تماما، لأن كل مديريات الأمن من امبارح بدأت تنتشر، بقى في انتشار أمني مكثف في المحاور والشوارع والميادين وأيضا المناطق والمنشآت المهمة، كمان دور العبادة برضو عليها انتشار أمني مكثف للحفاظ على الأمن والأمان والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما يعني أي حد يفكر يعكر شأن أو صف تلك الأجواء، أجواء الاحتفالات، احتفالات رأس السنة الجديدة هيتم التعامل معاه مباشرة. كل ده تنفيذ لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. بالمناسبة دي بقى وزارة الداخلية نشرت فيديو لانتشار قواتها، خلينا نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كل سنة وانتم طيبين. عمليات انتشار القوات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والقطاعات الشرطية المختلفة ما زالت متواصلة على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد ورأس السنة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال هذه الاحتفالات. حيث بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بشتى صورها.
تضمنت الإجراءات نشر الأقوال الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة وتعزيزها بعناصر مدربة بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية والشوارع والميادين والطرق الرابطة بين المحافظات للتعامل السريع والفوري مع المستجدات الأمنية وأي خروج على القانون. كذلك نشر الارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة للتعامل بحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو هذه الاحتفالات. وقد تم الدفع بقوات التدخل السريع كداعم للخدمات الأمنية في كافة المناطق لتلبية النداءات والاستغاثات على الفور. مديريات الأمن نشرت الخدمات المرورية بنطاقها لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات الناتجة عن وجود تحويلات مرورية بمحيط دور العبادة. كما نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها على الطرق السريعة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وضبط المخالفات المرورية المتنوعة. ويشرف مدير الأمن على تنفيذ هذه الخطط الأمنية ميدانيا لضمان الدقة في تنفيذها والمرونة في التعامل مع ما يستجد أمنيا. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطن بأجواء الاحتفالات، حيث سيتم التعامل بحسم مع أي خروج على القانون والنظام ليحتفل الجميع تحت مظلة من الأمن أخذت الأجهزة الأمنية على عاتقها توفيرها للمواطنين مع الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة. حفظ الله مصر. تحية طبعا لرجال الشرطة المصرية، الشرطة المصرية رجال، وتحية طبعا لرجال الجيش المصري، وهي دي مصر بلد الأمن والأمان. احنا نتكلم بقى شوية عن الجو كمان والطقس، وأكيد دي من الحاجات المهمة اللي لازم نتابعها معاكم كل يوم. من النهاردة بالليل الطقس بقى هيبقى فيه حالة عدم استقرار وانخفاض في درجة الحرارة لأربع درجات. من المتوقع أن يبقى فيه سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء. هتكون كمان الأمطار غزيرة ورع عادية على بعض المناطق. تعالوا نشوف درجات الحرارة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. شفنا دلوقتي معاكم بيان بدرجات الحرارة، لكن برضو عايزين نعرف أكتر عن الجو. يا ترى إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ هنلبس إيه؟ هنعمل إيه كمان؟ خصوصا إن في احتفالات جاية، احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد. فخلونا نعرف كل اللي جاي معانا على التليفون دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد. أهلا وسهلا بحضرتك وصباحك صباح الورد يا فندم. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، كل عام وانتم بخير، في وكل المصريين ومصرنا دايما بخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور ومنورنا. وكنا عايزين نعرف من حضرتك بقى اخبار الجو الفتره اللي جايه ايه، واهم حاجه الشبوره هتخلص امتى، لان بدات الشبوره تبقى كثيفه في ساعات الصباح الاولى. يعني احنا بالنسبه النهارده ان شاء الله يعني بالكثير قدامنا نص ساعه، يعني على الساعه 10 بالكثير ان شاء الله تنتهي الشبوره وتتشتت، وان كان هيبقى في بعض الشوائب العالقه في الجو بتقلل الرؤيه برضو. لكن النهارده الجو يعتبر من اجمل اجواء النهارده. الجو يبقى دافي في النهار
وان كان بيبقى شديد البروده في الليل، لكن من بكره يحصل حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. تبدا على السواحل الشماليه غدا هتبقى عباره عن نشاط رياح انخفاض في الحراره وامطار غزيره. يوم الخميس تتقدم للوجه البحري والقاهره، وهنشوف فعلا انخفاض في الحراره ونشاط الرياح حسسنا بانخفاض اكتر وفرص سقوط الامطار. دكتور، يعني يمكن في الفتره دي ناس كتير بتبتدي اول ما بتلاقي شويه حر تبتدي بقى تلبس صيفي وتبقى حاسه ان خلاص الجو هيبقى حر طول الوقت، فحضرتك تنصحنا بايه فيما يخص بقى الملابس بتاعتنا؟ لا، انا بنصح طبعا ان احنا خلاص بقينا في شتاء رسمي، بدا مناخيا وجغرافيا من 21 ديسمبر، فارجو عدم تخفيف الملابس. احنا خاصه بالليل، الليل بتاعنا في الشتاء بيبدا من الساعه 5 لحد الساعه 8 ثاني يوم صباحا، بيبقى شديد البروده. فطبعا حتى لو حسيت بدفء في النهار، لكن الايام اللي جايه هتحس بالبروده اكتر، فارجو عدم تخفيف الملابس خاصه بالنسبه لاولادنا اللي بيروحوا المدارس. وهل بنتوقع انه في شبوره في الايام اللي جايه يا دكتور برضو صباحا؟ بالنسبه للقاهره بكره تبقى موجوده، لكن بالنسبه للساحل الشماليه نشاط الرياح هيشتتها بسرعه. يوم الخميس ان شاء الله مش هيبقى فيه شبوره، لان نشاط الرياح هيشتت الشبوره. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد. خدوا بالكم هيكون في شبوره بكره، الناس اللي بتنزل الصبح بدري من فضلكم يا ريت فوانيس الشبوره تبقى جاهزه، الويتنج يبقى شغال، امشوا على مهلكم ويا ريت تلمعوا المرايات والازاز اللي ورا طبعا، واكيد اللي قدام طبعا. ربنا ما يجيب بقى حاجه وحشه يا جماعه، بس احنا هنكلمكم دلوقتي على اسوأ هدايا الكريسماس. يعني العالم كله بيحتفل بالكريسماس، القصة بقى عبارة عن إيه؟ إن حوالي 4300 موظف من شركة تأمين في فرنسا حظوا بأحسن هدية أو جات لهم أحسن هدية كريسمس في حياتهم، وفي نفس الوقت أسوأ هدية كريسمس. إزاي بقى؟ تعالوا أحكي لكم القصة. الموظفين لما راحوا عشان يسحبوا فلوسهم لقوا إن مرتباتهم بقت الضعف بأرقام مهولة، لدرجة وصلت إن الزيادة في إجمالي الموظفين حوالي مثلا 30 مليون دولار. لكن بعد ساعات من صرف الرواتب الشركة اتصلت بيهم رجعوا الفلوس، وقالت لهم ايه؟ ان دي غلطة من البنك، وقدامهم حاجة من اتنين، يا اما يرجعوا الفلوس دي يا اما يعتبروها مرتبات مقدما، يعني اتدفعت لهم حاجة. يعني بصراحة عارفة لما حد، عارفة احساس ان حد رفعك سابع سما وفجأة بدون اي مقدمات راح رميك لسابع ارض زي ما بيقولوا، عارفة الاحساس ده اللي هو كنت فرحان قوي فجأة، صعب قوي يعني. يقعد يقول لك كلام حلو وكلام جميل وفي النص كده او في اخر الكلمة يقول لك بط، فكلمة بط دي او ولكن أيوان. هوب أيوة. هتسمع الرزعة على الارض. فطبعا يعني انا عايز اعرف حاجة، انت لو انت مكانهم ونزلك مرتب كبير جدا جدا كده وقال لك اختيار من الاثنين، يا ترجعي الفلوس يا تشتغلي بيهم بقى لحد لما لا هرجعها لسبب بقى، لان طبعا وهي كتير كده ومعاكي كده ممكن تنسي نفسك ما تعرفيش تنظميها على الشهور اللي بعد كده، فهقوم صرفها طبعا فجأة، والشهور اللي بعد كده هعض في الاسفلت بقى. أوكي. يعني دي مشكلة. أنا كنت بفكر في فكرة طفولية جدا، أصرف الفلوس كلها وبعدين أبقى أعمل مصيبة واستقيل وبعدين وأدور على شغل تاني بقى، والبوليس يبقى بيطاردك بعد كده، مش كده؟ ما أنا ممكن أشتغل هناك بقى أي شغلانة، يعني أي شغلانة شريفة إن شاء الله، أحسن أطباق بحق الفلوس اللي أنا خدتها. لا يا جماعة أنتوا متخيلين الصدمة؟ إنه طبعا أول ما يلاقوا المرتبات عليت الضعف تلاقي بقى الأحلام يعني ابتدت تشتغل، بقول لك بس أنا هجيب معرفش إيه اللي معرفتش أجيبه واللي كان نفسي فيه، وهصلح عربيتي أو أشتري عربية جديدة أو الأحلام. يعني اقصى حلم عندهم في البونص ان هو 100 دولار مثلا، يعني مش ملايين. وبعدين دلوقتي في فرنسا انت عارفه الظروف دلوقتي في فرنسا عامله ازاي، يعني بيتكلموا زي ما بقول كده في 100 يورو، فلما فجاه تنزل لهم الملايين دي اكيد يعني زي ما انت بتقولي كده اكسبكتيشنز، وبعدين هوب نزلوا على تحت على طول اول لما عرفوا ان الفلوس دي هترجع تاني. وهي دي كانت حكايه أسوأ هديه كريسمس واحسن هديه كريسمس في نفس الوقت. يا ريتها ما كانت جت، يا ريتها ما كانت جت، يا فرحه ما تمت، يا فرحه ما تمت بالظبط كده. خلونا بقى نروح لمغامره ثانيه. والانسان دايما بيسعى انه يجرب تجربه جديده في حياته، لكن انك تنط قفز حر في انبوبه مفتوحه دي ممكن تكون تجربه غريبه شويه او غريبه جدا. التجربه بصراحه هي مثيره جدا جدا للاهتمام، وبتتم في منطقه التجمع الخامس. خدوا بالكم يعني موجود ده الكلام ده موجود في مصر، في التجمع الخامس. الطيران الحر تجربه للخروج من حاله الاكتئاب وايضا من الجراءه، الواحد اللي عايز يجرب كده جرأته. فوائد بقى السكاي دايفنج كتيره جدا ومتعدده، يعني ممكن يكون اهمها دعم السياحه، الناس اللي بتحب تعمل سكاي دايفنج الاجانب يجوا يعملوا سكاي دايفنج هنا في مصر في التجمع الخامس. وكمان يعني الموضوع بيكون بيدي برده ثقه في النفس، يمكن ضغط الهواء القوي بيرفع الجسم لفوق بعد ما البني ادم بيرتدي بدلة مخصصة للموضوع ده وخوذة طبعا علشان يقدر يحمي جسمه.
الشباب في مصر بيميلوا طبعا للمخاطره والمغامره وان هم يجربوا اشياء جديده، وحتى البنات كمان عندهم نفس الاحساس ده، حتى ان في كمان بعضهم بيسافر بره علشان يمارس الرياضه دي او التجربه دي، تجربه السكاي دايفنج، علشان تديهم احساس بالقوه والثقه في النفس زي ما قلنا قبل كده. كاميرا صباح الورد كانت موجوده هناك وسجلت التجربه، خلونا كده نروح نتفرج عليها ونرجع تاني. مش عارف مسجلوهاش بيا ليه، يلا بينا. اللعبة بتاعتنا معتمدة على سيميليتور سكاي دايفنج. في ناس كتير بتبقى نفسها تعمل انها تنط من الطيارة، فمش متاحة عندنا في مصر، فالجهاز بتاعنا بيديك الفرصة انك تحس بالسكاي دايفنج بمعنى الكلمة. اي حد بيجي متاح له من اول سن 4 سنين وممكن اقل، بس هي طبعا عشان يعني 4 سنين ممكن يبقى يفهم شوية التعليمات اللي بنديها له. بيخش بيتجهز في اوضة مع الانستراكتور، بيديله تعليمات الساين لانجوج فوق مع الانستراكتور بتبقى ازاي، بيظبط ازاي وضعية جسمه ازاي. بعد كده بيلبس بياخد الجير بتاعت الطيران، بدله الايربلاجز الخوذه، وبيطلع بعد كده يعمل استرتشات ويبتدي يطير. كنت شايفاها طبعا حاجه سهله جدا ان انا هخش اطير هوا عادي، هي سهله ومش صعبه، بس اهم حاجه البوزيشن اللي هو بيتعمل. احنا بندي للناس انستراكشن قبل ما نخش، قبل ما يخش يطير لازم يبقى عارفها كويس، وفي ساينس معينه بنستخدمها فوق عشان طبعا ما بنسمعش فوق خالص او ما بنتكلمش. فهي ممكن تحس انها سهله مجرد ما بتشوفها، بس لا هي محتاجه يعني ان انت تبقى ريلاكس خالص وانت بتطير، محتاجه بوزيشن معينه عشان تعرف تطير صح. ماكسيموم ويت بنقول 120 لسبب واحد بس، احنا عندنا السبيد عندنا ممكن تطلع ل 150 مفيش اي مشكله، بس احنا العميل سبيد الهواء اللي بيطلع من المروحه لتحت هو بسرعه 223 كيلو في الساعه، الهواء بيبقى شديد جدا، فاحنا ماكسيموم ويت 120 عشان العميل ما يحسش بوجعه، وفي نفس الوقت ما يحسش السبيد عاليه عاليه قوي. هو كفايه بس ان اقول ان دي اول اوبن تانل في الميدل ايست، يعني هي دي في حد ذاتها مش موجوده في اي دوله ثانيه، يعني في الكلوزد في دول تانية، بس اقرب حاجه للحقيقه هي دي. الميزه في روديوم ايجيبت ان انت فعلا مهما كان سنك او مهما كان ضغوطات الحياه عندك، وانس ان انت عايز تهرب منها تيجي عندنا، احنا بنضيع منك كل مشاكلك، بنحسسك بمعنى الطيران، بتنزل مبسوط، ملامح وشك بتتغير 360 درجه في الهواء، فدي كفايه لوحدها. ان انت بتنزل بتضحك كمان، فبنشيل من عليك البريشر بتاع الحياه او البريشر الشغل او اي حاجه انت حاسس انك مضغوط منها احنا بنشيلها. لازم كده نعمل حاجات مختلفة من وقت للتاني. أنا شخصيا لما شفت التقرير دلوقتي اتحمست جدا إن أنا أروح أجرب السكاي دايفنج ده، لطيف على الله تروحي مش كده؟ لا مش لوحدي، مش معاكي هيحصل ما بيني وبعدين هضحي بيكي الأول، يعني هسيبك ترمي نفسك الأول أتفرج عليكي وأشوفك هتعملي إيه، لأن أنا حياتي كلها مثلا في حتة الحاجات الخطر دي. البانجي جامب كان في بانجي جامب مرعبة جربتها مرة، من ساعتها أخدت أي حاجة فيها كده. والباراسيلينج كانش بيخوف خالص، يعني هو يبدو من بعيد إن هو بيخوف وما بيخوفش، انما اللي هو الباراشوت وميه وكده. ايوه ده كان لطيف قوي وناعم كل حاجه، انما بانجي جامب يا جماعه انا اي بليف انه حاجه زي كده دي تتعمل وانس ان لايف تايم، يعني تتعمل مره واحده في الحياه ما تتعملش تاني. بالظبط صعبه في ومرعبه في حاجات، بس انا كان يعني انا بفكر بقى في موضوع القفزه قفزه الجرأه دي او سكاي دايفنج، في ناس بتعملها من طياره، بتبقى بتنط من الطياره، فاحنا عايزين نجرب برضو بتاعه الطياره دي، يعني دي ممكن تكون خفيفه شويه، انت في تيوب كده كبيره انت بتطير فوقيها، يعني تقريبا بيبقى في دفع هواء بطريقه معينه بتخليك تطير، احنا عايزين بقى كمان العكس، ان احنا ننط من طياره عشان ناخد ثقه اكبر. الواحد بيتكلم اي كلام، ده احنا لو رحنا اصلا اللي هي هنخاف اساسا، بس هي حاجه لذيذه. احنا عايزين بقى نتكلم شوية عن المشروعات الصغيرة وتشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لان في ناس كتير قوي بتخاف من الموضوع ده وتقول لك لا انا هاخد قرض وبعدين هتعثر والمشروع يبوظ وابقى مديون واتعرض للسجن. على مدار بقى ال4 سنين اللي فاتت كانت الدولة بتتجه بشكل مخطط ومنظم في اتجاه ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة، وكانت طبعا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيسابق الزمن في الحقيقة طول الوقت لخدمة هذا القطاع وتذليل
تقليل كل العقبات وتسهيل الفرص على الشباب، إيمانا منه بأهمية عودة ريادة الصناعة لمصر. الفيديو اللي جاي ده هيوضح لنا أكتر ويشرح لنا أكتر بالأرقام والمعلومات حجم الإنجاز اللي اتحقق في القطاع ده. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. علشان نهضة أي دولة بتعتمد في الأساس على قوتها الصناعية، فالدولة وضعت التصنيع كأولوية قصوى في خطتها. علشان كده الرئيس السيسي وجه بسرعة تنفيذ أكتر من 4000 مصنع. 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب في مدن زي القناة والدلتا وصعيد مصر. هتخلصوا 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن احنا قلنا إن 4000 دول هيشغلوا 40000 وأكتر. هيعرضوا عليا 4000 دول هتعملوهم فين؟ وأشوفهم كامل أماكنهم والمخطط الزمني بتاعهم. مشروع قومي، المشروع ده إنقاذ لمدينة المنيا والمنطقة كاملة. مش مستاهل أن أسافر أو أتغرب. من زمن الزمن دي بلد صناعية أساسا. لما المشروع يكتمل إن شاء الله برضو العمالة بتاعة الأقصر هتبدأ مستمرة في هذا المشروع. أنا كنت شغال في ليبيا، شفت الموت بعيني بسبب أنه ما فيش فرص عمل في بلادنا. أنتوا برعتونا في الحتة دي. مدينة بدر واحدة من أجدد المدن الصناعية اللي اتبنت في محافظة القاهرة، المحافظة الأكبر من ناحية الكثافة السكانية، والمكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو أجدد المجمعات الصناعية اللي اتبنت في المدينة دي. أرض المشروع هنا حوالي 120 ألف متر مسطح، مبني عليه 8 هناجر، مجموع الوحدات اللي فيه 112 وحدة، وقسمينها مناطق، في مناطق النسيج، مناطق تغذية، مناطق صناعات معدنية. الإنتاج الصناعي بدأ فعلياً في المدينة في بعض المصانع اللي اتسلمت، وبتخرج منها منتجات نهائية كل يوم تقريباً. مجمع بصراحة حاجة يعني في قمة العبقرية اللي بتحصل في مصر بصراحة. الشهرين اللي فاتوا دول جالنا ناس من إسبانيا، جالنا ناس من إيطاليا، الناس برا عجبها المكان جداً يعني. من مدينة بدر رحنا لبورسعيد، المدينة المشهورة بالتجارة والمنطقة الحرة إلى جانب الصيد والصناعة، والمدينة كان ليها النصيب في وجود منطقة صناعية ضمن مشروع الـ 4000 مصنع بتضم 118 وحدة صناعية تم الانتهاء من تنفيذها فعلياً. في مدينة السادات في محافظة المنوفية على مساحة 72 فدان تم الانتهاء فعليا من إنشاء 296 مصنع، استلم بعض الملاك مصانعهم وبدأوا تجهيزها، وفي 30 مصنع بدأوا الانتاج. في أقصى شمال مصر في محافظة الإسكندرية بيستمر العمل على مدار الـ 24 ساعة في مجمع مرغم الموجود على بعد 35 كيلومتر من المدينة، وبيتبني في 204 مصنع على مساحة 20.5 فدان. قلعة صناعة المنسوجات في مصر، مدينة المحلة الكبرى الموجودة في محافظة الغربية، بيتنفس فيها منطقة صناعية على مساحة 9 فدان، هتضم 663 مصنع، وبيتم توفير كافة الإمكانيات لعودة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها. المشروعات الجديدة أو حجم الصناعات اللي بيكبر يوم عن يوم مش بس موجود في مدينة بدر ولا بورسعيد ولا المحلة الكبرى، هو موجود في كل حتة في مصر، مشروعات كبيرة ومشروعات صغيرة من زمان جدا، سنين طويلة، وإحنا كنا بنقعد نتحجج بفكرة إنه الدولة مش بتساعدنا، الدولة مش بتدينا، أنا مين في ظهري، طب أنا هجيب فلوس منين، هجيب الدعم منين. لا، دلوقتي الدعم المادي موجود والدعم المعنوي موجود، ودلوقتي كمان والعمالة كمان موجودة، فإيه المانع إن إحنا نكبر صناعاتنا وتبقى المساحات الصناعية عندنا كبيرة جدا علشان نقدر إن إحنا نعدل اقتصاد الدولة أكتر وأكتر، أو نعلي اقتصاد الدولة أكتر وأكتر، وكمان نقضي على البطالة فكرة انه الشباب يهاجر علشان يشتغل بره، لا، يشتغل هنا، بلده اولى بيه واولى بشغله ومجهوده ده، وكمان ولاده اولى بشغله ومجهوده ده. واحنا بنتكلم على الصناعات وبنتكلم على الاهتمام بالصناعه المصريه، ده بيفكرني في الحقيقه بمسيره رائد الاقتصاد العظيم طلعت حرب. طلعت حرب ما سابش مجال الا لما اهتم بالغزل والنسيج، انشا الشركه الوطنيه مصر للطيران، انشا بنك مصر. احنا بنتكلم في رجل اقتصاد من الطراز الاول اللي اهتم بجميع
جميع الصناعات، استوديو مصر لما عمل استوديو مصر واهتم بصناعة السينما. صناعة السينما في الحقيقة يعني صناعة مصرية خالصة 100% بتساهم، تقدمها بيساهم بشكل كبير جدا في الدخل القومي، وأعتقد أن الفترة اللي جاية هتشهد يعني نهضة أكتر كمان في صناعة السينما والدراما بإذن الله، وده اللي احنا بنأمل فيه إن شاء الله. خلونا بقى نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع معاكم مع فقرة مهمة جدا، الكازينات الوهمية وإزاي تاخد بالك إن ده سيل حقيقي ولا مش حقيقي، مع أستاذ محمود العسقلاني مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء. خليكم معانا وما تروحوش في أي حتة. الأوكازيون والتخفيضات مصطلحين من أكثر المصطلحات المحببة لمسامع المصريين، خاصة مع إعلان شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية عرض محلات الملابس تخفيضات على الملابس الشتوية بتصل ل 20% مع اقتراب رأس السنة، واللي هيكون بعدها بداية الأوكازيون الشتوي اللي بتزداد فيه حركة بيع وشراء الملابس الشتوية. الشتاء عموما معروف ان هو الشغل بتاعه كله بيبقى في الاوكازيون، يعني الناس كلها بتنتظر الاوكازيون في الشتاء، عشان طبعا الحاجه بتبقى في وسط الموسم تبقى غاليه جدا، كله بينتظر الاوكازيون. فهو الاوكازيون احنا بنعمله بناء على يعني لما الحكومه او الوزاره بتقول لنا مثلا هنعمله في شهر واحد شهر اتنين، فبنطبق طبعا الاوكازيون. لما تخش عند اي محل فيه عامل خصومات او عروض او اي حاجه بيبقى موجود فيه تيكت السعر الاساسي الموجود بتاعه، وبيبقى موجود تيكت تاني للسعر اللي عليه خصم كده، فده طبعا لازم حاجه ان احنا نتاكد منها لاي حد نازل يشوف محل تنزيلات او اوكازيون لازم يكون ده موجود، غير كده اكيد ده وهمي. حي وسط البلد من اكتر الاحياء اللي بتنتشر بين شوارعها محلات ملابس، وبيتردد عليه فئات عمريه مختلفه، علشان كده اخترنا الحي ده علشان نسال الناس هل اتعرضوا لعروض اوكازيون وهميه قبل كده. في مصر هنا الاوكازيونات وهميه، ما فيش اللي هو اوكازيون فعلا، يعني الكلام ده بيبقى بره، بيبقى
حقيقي واقرب للصواب. دخلت محلات وما كانت بتبقى عرض اوكازيون وما كانش بيبقى فيه كلام صح، يعني لما بيبقوا كاتبين كله كان بيبقى غلط. تدخلي محل تلاقي يقول لك 70%، فين ال 70 يا جماعه؟ يقول لك القطعه دي ده بتبقى اوكازيون، بيبقى الحاجه اصلا سعرها غالي جدا، ويقوم هو مثلا منزل السعر الطبيعي، بس طبعا بيبقى يعني كسبان فيه كتير. والله هو ساعات بخش محلات يقول لك فيها كازيون، بس يعني ما فيش الكلام ده، بخش بلاقي اسعار تانية فبستغرب يعني فبمشي. الاوكازيون الشتوي من المقرر انه يبدا في شهر يناير المقبل، وبيكون لمده محدده بيتم تحديدها للمحلات واعطاء المحلات التصاريح اللازمه علشان تطبق عروض الاوكازيون ويستفيد بيه اكبر عدد من الناس. رجعنا لكم تاني، وهنتكلم دلوقتي في فقرتنا عن موضوع مهم جدا وموضوع تقريبا بيخص كل الناس وخصوصا البنات. يمكن البنات بتحب فكرة السيل والتخفيضات وعايزين ينزلوا في الوقت ده يعملوا شوبينج، فطول الوقت بقينا بنشوف كده لافتات حمراء مكتوب عليها على المحلات خصومات او كلمة سيل طبعا اللي احنا بنشوفها على طول بتجننا، تقوم سحبانة على طول جوه المحل. الحقيقة ان الموضوع ده بقى مش مفهوم، هو فعلا خصومات حقيقية بجد يعني الكلام ده، ولا في حاجة غلط، ولا احنا بيضحك علينا؟ وبعدين برضو كان في البلاك فرايدي الشهر اللي فات، لسه كنا خارجين منه اهو من يعني زي ما قلنا كده الشهر اللي فات، هل بيتم فعلا تطبيقه في مصر زي بنفس المعايير اللي بتطبق بره؟ يعني طبعا فكره البلاك فرايدي احنا جايبينها من بره، ولا الحكايه عندنا هنا في مصر مختلفه وداخل فيها سنه فهلوه؟ الاوكازيون الوهمي هو فقرتنا اللي هنتكلم فيها دلوقتي، فقرتنا الحاليه ازاي نعرف ان احنا فعلا بناخد تخفيضات حقيقيه او تخفيضات وهميه، وايه هو التوقيت الطبيعي للتخفيضات؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفنا اللي بيشرفنا وبينورنا في الاستوديو دلوقتي، استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب وصباحك صباح الورد. صباح الطيبين. اهلا بحضرتك وانا بتفائل بوجودك دايما معايا، وكل سنه وحضرتك طيب. يمكن بقى موضوع السيل ده احنا هنقعد نرغي فيه كتير قوي في الحلقه، وعايزين معلومات بقى كتير، لان في ناس بتبقى طبعا عايزه تشتري، بالذات الماركات الغاليه بتستنى السيل، يعني في ناس من سيل لسيل عشان تبتدي تنزل تشتري. وسمعنا بقى انه بيبقى في غش تجاري في القصه دي، وفي بعض الاحيان طبعا احنا مش بنقول كل الحاجات، بس في بعض الاماكن بيحصل فيه غش تجاري. ازاي بيحصل غش تجاري في السيل؟ عايزين نوضح ده للناس. اولا خليني اقول لك انه احنا في مصر على وجه التحديد عندنا حاجتين بيتجوزوا بعض ما ينفعش يتجوزوا خالص. ايه الحاجتين دول؟ التضخم والركود. يعني يبقى عندك ركود، وركود مزعج جدا، مفيش تمشي على الفترين تلاقي الفترين محطوط فيها حاجات شيك قوي وحلوه واسعارها غاليه طبعا، والراجل جوه. يبقى انا اقول لك ان انا في ميدان طلعت حرب صحيت البياع. دخلت كده الزباين نايم. دخلت قلت له يا عم انت فين؟ انت نايم ليه؟ فقال والله نايم يا باشا وبتاع ومش عارف. طب نايم ليه؟ نايم، مفيش شغل. وصل الى مرحله انه نايم، انما لو المحل ده شغال ما كانش هينام طبعا. كان هيبقى دايما متيقظ ومش عارف ايه وناشط. احنا وعلى الجانب الاخر رغم هذا الركود السعر في الباترينا في السماء. لا وهو يغلس عليك يعني مش هيبيع، يعني حتى مش عايز يكسبك. عايز تشتري مش عايز اقول لك ما اشتريت، يعني مش مشكله. الفكره هنا الحاجتين دول لما يتجوزوا بعض في حد بيعمل انتحار اقتصادي. طبعا ده انا بسميه انتحار اقتصادي. واحد حلو المصطلح ده، انتحار اقتصادي. انت دي بضاعه عندك هيدخل عليها الصيف، يعني احنا دلوقتي عدى الصيف داخلين على الشتاء، هتقعد راكن الهدوم الصيفي الملابس الصيفي اللي كانت فاشن معمول بتصميم معين مش عارف ايه للصيف اللي جاي، ممكن الفران تاكلها وممكن العته تفرمها وممكن موديلها ادم خلاص بقى، وموديلها يبقى ادم. تمام، انت ليه ما تبيعها واخلص؟ انا يعني من المبالغه، مش مبالغه ان انا اقول لك ان انا مراتي اشتريت قميص اربع قمصان بطبق قميص واحد وهي في سويد عند اختها. ده احنا بنتكلم ده، وسالت اختها قالت لها هو فعلا كان في ده بقد كده؟ فعلا كده. وحتى في امريكا انا مثلا ليه اصدقاء في امريكا يقولوا لك السيل هناك زي بحق سيل يعني بينزل السعر جامد، وبعدين الزبون دايما
على حق، ولو خدت الحاجه واستعملتها وما عجبتكش بترجعها وبيبدلها لك. طبعا مفيش حته ايه هو عايز لا انت مستلمها يعني مش بيقعد يجادل معاك، لا بياخدها حتى وهي عليها سيل. يعني احنا عندنا هنا بالزبط. في المحلات يا استاذ محمود الواحد ما بيعرفش يرجع الحاجه اللي عليها سيل حتى لو فيها ديفو، لانها مجرد كلمه عليها لا اللي عليه تخفيض، لا بيرجع ولا بيتبدل. لا من حقك يعني ترجعي، من حقك طبقا لقانون حمايه المستهلك، من حق المستهلك ان يرجع خلال 14 يوم مهما كانت الظروف ودون ابداء اي اسباب. طب ايه ضوابط الاوكازيون بقى؟ احنا كده كده هنرجع للكلام ده بالتفصيل. بصي. الاوكازيون بشكل عام كسيستم ايه الضوابط بتاعته الاساسيه اللي لازم تطبق؟ الاوكازيون المفروض احنا عندنا اتنين اوكازيون، واحد صيفي واحد شتوي، دول الرسميين اللي بتعمله وزاره التموين قطاع التجاره الداخليه كل سنه بيجي عند بدايه الصيف وعند بدايه الشتاء يعمل الاوكازيون. حلو كده. الاوكازيون المفروض اللي بيسجل فيه تمام، يعني لازم تروحي تسجلي في الاوكازيون وتقولي طبقا للفواتير اللي معاكي انه السلعه دي انت واخداها بقد كده وكنت بتبيعيها بقد كده وهتبيعيها في الاوكازيون باقل من السعر ده. انا حضرتك تقصد بيه التاجر؟ التاجر مش الزبون. مش الزبون. هتروحي انت كتاجر بيروح عند وزاره التموين يقول له انا هعمل 1 2 3 وهو هي كانت بتتباع طبقا للفاتوره بتاعتي دي، كان باع بهامش الربح قد كده، انا هتنازل عن جزء من هامش الربح ده الى نص هامش الربح مثلا. تمام. في ناس اللي بيفهم يقول لا انا مش عايز هامش الربح خالص، انا خلصت، انا كسبت في الاوكازيون في الموسم كله وعايز اعوض الزبون وافرحه وابسطه واعمل دعايه. انت عارفه بره بيعمل دعايه طبعا. احنا بقى لما تيجي للبلاك فرايدي لما تيجي للبلاك فرايدي احنا عملنا عليه اضافه الحقيقه، ولكن اضافه من حيث الشكل والكلام، قلنا عليه الوايت فرايدي. قال يعني بقى الايجابيه ان ايام ربنا كلها بيضة وايام ربنا كلنا بيضة. طب خليها بيضة بجد بقى. صحيح. انا لا يا سيدي خليها سودة زي ما انت زي ما هي كده واعمل لي تخفيض. انما انت طول الوقت تقول لي انا مش عارف ايه ونعملها بلاك فرايدي ونعملها بياض وحلاوه وبتاع، اللي هو كلامها مش على الالوان يعني، شغل اوانطه على الاسعار مش الالوان. ادخل الاقيك بتديني على بالبلدي كده على قفايا يعني انا ببيع لك كلام وخلاص. بص احنا بلاك فرايدي بعنا كلام، عارفه بقى زي ما انت قلت كده بالظبط، بعنا كلام مش بعنا حاجه حقيقيه ملموسه الناس تستفيد منها. انا بقول بامانه شديده لو احنا بنفكر فكر اقتصادي جيد، المفروض الزبون ده انا طول السنه بيتي شغال عليه وبركب عربيه كويسه من خلال الزبون ده وبسكن في مكان كويس من خلال الزبون ده، ايه المشكله لما اجي في الاوكازيون ده وادلع زبون ابسطه افرحه؟ هي العلاقه اعيشه في حاله. هل العلاقه بتبقى ثنائيه بس ما بين البائع والمشتري، ولا في طرف ثالث هو بقى اللي بيقوم بالمراقبه العامه، هو اللي بيحط شروطه، هو اللي بيحدد مواعيد الاوكازيون، القصه ماشيه ازاي؟ وهي المفروض طبقا للقانون احنا عندنا الاوكازيون بينظم بقانون وزاره التموين بتقوم بالاشراف عليه، يعني الطرف الثالث وزاره التموين وبتراقب على فكره. وفي بعض الاحيان بيعملوا قضايا للناس اللي ما بيلتزموش بالالوف الاوكازيون. وهل جهاز حمايه المستهلك يا فندم معانا في جهاز حمايه المستهلك معانا في طبعا في المنظومه؟ جهاز حمايه المستهلك موجود في منظومه البيع والشراء بشكل كامل، ويجب ان احنا كلنا نبص على قانون حمايه المستهلك الجديد ونتعلم، يبقى عندنا ثقافه التعامل بشكل قانوني مع البائع عشان ما حدش يقدر يضحك عليكي، ما حدش يقدر يلعب على المستهلك اللعبه اللي كانت بتلعب زمان. في قانون صارم، وعلى فكره في غرابه شديده جدا وقاسي جدا، ولو ما التزمش بيبقى فيه حكم يعني الاحكام بتنفذ. طب نفهم من كده يا فندم انه البايع اللي او التاجر اللي بيعمل سيل في الوقت اللي مش محدد من وزاره التموين ده بيعتبر مثلا مخالف للقانون؟ بصي بيقدر يعني بينزل عليه غرامات او بيتحاكم او كده؟ خلينا نقول بامانه شديده لو هو طبقا لفواتيره الفاتوره بتاعته اللي ماسكها من المصنع، في فاتوره بتجيله من المصنع من هو خد دستة اوصال. حلو كده. الدستة دي تبانها سعرها قد كده، وهو كان بيبيعها بسعر معين بهامش ربح 5% او 10% مثلا. هو جه في وقت من الاوقات ولقى ان الحاجه عنده مشكله، راح كاتب سيل وراح منزل سعرها، منزل الربحيه بتاعته مثلا الى 5% بدل 10%. من حقه في اي وقت في السنه، من حقه يعمل اللي هو عايز يعمله. لكن في بعض التجار يقول لك طب ما تنظموها
بشكل كامل عشان المستهلك يستفيد والحكومة تبقى مشرفة على الحكاية، وعشان يبقى في منافسة يعني عادلة بين النظام. في ناس يقول لك طولوا مدة الأوكازيون. تمام. طب هو عايز ايه في الآخر؟ بيتفقوا على ايه بقى في الآخر في وسط الاقتراحات اللي حضرتك قلتها دي؟ أنا شايف إنه للأسف ما زال التجار عندنا ما دون الفكر الاقتصادي المطلوب في مثل هذه الظروف. الحاجة الوحيدة اللي ما بيتعملش اللي بيتعمل فيها تخفيضات وبتنجح الحاجات اللي بتفسد. احنا عندنا هنا على قلبنا مراوح ليل ان الباشا حاطط الهدوم دي في مخزن وما عندوش ازمه، مش هتبوظ، مش هتعفن، مش محتاجه تبريد، مش محتاجه تكلفه. بس احنا لسه كنا بنتكلم في ان الموديل هيقدم، الفار هياكله، العته بس هو دي مخاطرها اقل بكتير من الاكل. الاكل لانه بيفسد. هقول لك حضرتك على حاجه. انا فوجئت، احنا فتحنا منفذ بتاع لحمه عندنا في مدينه العاشر رمضان عند صدلاوي كده. الراجل الجزارين نزلوا، احنا بنبيع ب 85 جنيه، الجزار اللي كان بيبيع ب 130 لقيته بيبيع ب 95. ينزل ب 130 ليه بقى؟ هو عايز ينافس. صح. واللحمه دي بتفسد. ايوه. ما ينفعش انها تقعد عنده. طبعا. فعايز يحركها. في بلقاس امبارح بيجروا في الشوارع الجزارين عشان يقولوا في منفذ فاتح قدامنا خيمه كده بيبيع لحمه بلدي ب 90 جنيه واحنا بنبيع ب 75 جنيه. شوف المنافسه عملت ايه؟ احنا بنتكلم في الاكل. بيموتوا بعض عشان الاكل بيفسد. الاكل بيفسد. لما نيجي نرجع اللبس. لما نيجي نرجع للبس، وحضرتك ذكرت نقطه هامش الربح، ايه ضوابط هامش الربح؟ يعني هل في مثلا، ومين اللي بيحددها؟ يعني مين اللي بيقول هامش الربح مثلا 10 جنيه واللي هيتخطاه هيحصل كذا، ولا الموضوع مفتوح واحنا سوق حر؟ لا، هو هامش الربح لا يحدد بقانون. لا يحدد. هو يحدد بمعرفة التاجر نفسه، وإذا أقر به يجب أن يلتزم. أقر به قدام والعقوبة مين؟ والعقوبة التي تقع عليه بتقع عليه نتيجة أنه ما التزمش بالكلام اللي قاله. قاله لمين؟ يعني قاله لوزارة التموين. وزارة التموين. وهو بيكتب في الأوكازيون لما بيروح يشترك بيقول صحيح. أنا عندي السلعة دي بخمسة جنيه، انا هبيعها ب 5 جنيه للربع. حلو كده. المفروض يلتزم ب 5 جنيه للربع. لو ما التزمش بيتعاقب وزاره التموين. في الحاله دي هو اللي حدد، هو الذي اوجب على نفسه هذا السعر، وبالتالي يجب ان يعاقب. عدم معاقبته انا بتصور دي مشكله اذا افلت من العقاب، لانه في النهايه المواطن معتقد انه ده سيل ومراقب ومش عارف ايه وبتاع، ويجب انه يروح يشتري. لا، وبعدين انت بتشوف ارقام حلوه يعني 70% 50%، فتبقى باصص للفاترينا كده عايز تجري. اقول لك على حاجه، انا بلعب لعبه ظريفه بتنده من بعيد. ما بشتريش. تحس ان ده ما بشتريش في العيد لبس. لا لا ولا عيالي. ليه بقى؟ اتعودنا على كده، عايز لبس انزل اشتري لبس وخلاص، مش لازم في الوقت اللي انت محتاج عايز تنزل. يعني كنا زمان بنبتهج باللبس ومش عارف بقى ما عادش الموضوع بالنسبه لنا يعني. فالولاد بيروحوا يشتروا لبس بعد العيد. دايما يروح يشتري لبس بعد العيد. كولكشن بتبقى احلى والله. بيبقى عنده لبس كتير وهو بيبقى بينزل. انا في مره اشتريت جاكيت قبل رحت اشتريته قبل العيد، طلع فيه مكتوب عليه حاجه كده مش كويسه. تمام. فما عجبتنيش فرحت رجعته للراجل. رجعته له بعد العيد. لقيت نفس الجاكيت ده بنص الثمن. يعني هم معليين السعر علشان في موسم داخل بتاع موسم داخل لبس جديد. وهو بعد العيد على فكره، هو لما بينزل على فكره عمره ما نزل عن السعر. عمره ما نزل عن السعر المصنع، عن التكلفه الحديه. ايوه اكيد. هو بياخد تكلفته وعليها هامش ربح، بيتنازل عن جزء من هامش الربح، لا عمره ما يخسر. طب عالميا عمره ما يديك اربع امصار قصاد قميص زي الراجل بتاع السويد. عالميا هامش الربح بيبقى عامل ازاي؟ يعني هل التاجر بيبقى عنده حريه وضع اي رقم محدد ولا غير محدد؟ خلينا نتكلم بصراحه. عالميا العالم المتقدم ده ليه نجح في الاقتصاد الحر؟ وليه نجح في الحكايه؟ نجح لانه عنده فكر اقتصادي. هو ما عندوش احتكارات. فتلاقيهم بيموتوا بعض عشان يتنافسوا. ليه احنا عندنا ازمه في البلد دي؟ لان ما عندناش حريه منافسه. عارفه حضرتك انت عشان تاخدي حكم قضائي ب ب ب بسبب الاحتكار تقعد 4 سنين، يكون المحتكر عمل جريمته وخلص الاحتكار واستفاد من احتكاره وغير نشاطه وممكن يكون غير نشاطه وسافر بره. ولذلك انا بقترح على البرلمان يا جماعه لله اعملوا لجنه قضائيه في جهاز حمايه المنافسه. أيه. لما يغلط يتعاقب جوه الجهاز فوري. صح. لما انا اخده وادي له حكم اول درجه، بعد كده يروح يستقرفه، بعد كده يروح النقض،
يكون المواطن مات من الجوع. صحيح. يكون انت قتلت المواطن في رزقه في اكل عيشه في جيبه. صحيح. انت بتخرج الناس النهارده البيوت يعني ماشيه بالعافيه. صح. ماشيه على الكاد. عاملين تدبير محكم لمصاريفهم علشان يقدروا يعيشوا. عايز يجي. طب اقول لك على حاجه، ومن حقه يلبس لبس حلو. عارف البلاك فرايدي النهارده فين؟ بلاك فرايدي في وكاله البلح. النهارده؟ روح شوفيه. لا ده على طول. بلاك فرايدي في وكاله البلح على طول، قطعه لبس ب 25 جنيه وب 15 جنيه. الكواليتي بتاعتها ايه بقى؟ على فكره ممكن البراند اللي انت لابساه ده براند ولا عادي؟ براند. لو براند هتلاقي زيه، بس يعني ادب شويه الفاشن بتاعه. لا ضيق. خالص، بيبقى زيه، بيبقى نفس الموديل وكل حاجه وما فيهوش اي حاجه. انا رحت عند دواوين وزاره ناحيه وزاره التربيه والتعليم والحاجات دي، فلقيت واحد واقف جاب حاجات جواكت تخينه كده شويه. فقول له ايه ده؟ في حد قال له موظفات بيجوا يشتروا بالعدل. ده ب 25 جنيه وده ب 30 جنيه. طب انا عايز اسال سؤال، الكواليتي ايه؟ ما هو في ناس بتقول لك هي رخيصه بس غسله واحده وما تنفعش. لا 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 لا، بتقعد وبدليل انه الراي. انا بساله بقول له ايه رايك انت؟ بتبيع كتير ولا ما بتبيعش؟ قال لي ببيع. هو كل ما في الامر بتاخدها بتغسلها غسله كويسه وبتطهرها لو ربما يبقى فيها حاجه. حاجات ملبوسه اصلا. حاجات ملبوسه. ما ده كاتو. كاتو جاي، يا اما جاي استيرادي يا اما جاي من عند حد بايعه ولا حاجه. بس هو بالظبط مش كلها ناس عايشه والله. في حاجات بتبقى جديده، في حاجات بتبقى جديده ونازله كده ستوك. من الاخر هذا البلد رايح لخير. انا مهم على فكره، انا كنت عايز ابدا كلامي معاكم النهارده بالكلام المهم في الاكل. انت تعرف ان موضوع الثوب الزراعيه اللي اتعمل ده افتتحه الرئيس من يومين، مشروع عظيم. اقسم لك بالله احنا مشكلتنا في المشروعات الانتاجيه، لو احنا خلال المرحله اللي جايه عملنا كوبي من الحكايه دي بتاعه الثوب دي، مش هتلاقي ازمه طماطم، مش هتلاقي ازمه خيار، مش هتلاقي ازمه كوسه. تمام. هو في ازمه كوسه طبعا، انت عارفه الكوسه لها اعتبارات ثانيه. انما في بسرعه بس في النهايه في حد بيكافحها. طبعا في حد بيكافح الكوسه. طبعًا دي طبعًا بالعباره البلديه بتاعتها. اكيد اكيد. انما الاول كانت فيها الدنيا زيطه كوسه وبايظه. انما خليني اقول لك، انت هتروح الخير والبلد دي ان شاء الله هتعدي. ومهما عمل البهوات اللي عمالين يشتموا فينا بره، وعمالين يضربوا فينا، وعمالين يحاولوا يعملوا حاله انهيار وحاله استعداء من الناس مع الدوله، والله ما هينفع. ده تصدير، دي محاولات فاشله ويائسه لتصدير الطاقه السلبيه عشان الناس تحبط. وما تشتغلش. بالظبط. النهارده الثوب اللي اتعملت دي، ما هو ده الكلام بقى اللي هو بيقول عليه منافسه. كل ما بتزودي المنتج وكل ما بتعملي بتزيلي الحواجز اللي هي الخاصه بالاحتكار وعدم وجود منافسه، كل ما امكن ان الناس تتنافس مع بعض. تمام. عارفه لو البهوات دول بتوع اللبس دول الاوكازيون حصل عندهم حاله منافسه حقيقيه، منافسه بجد يعني، مش هيقدروا يعملوا حاجه، هتلاقيهم ما بيعملوش حاجه. صح. بس خلي بالك بقى، البرادات بيبقى عندهم فعلا سيل. عشان اكون صريح معاك. ده حقيقي. لان هي برادات بيبقى نظام عالمي، منظومه عالميه بالظبط، وبيلتزم وفي معايير معينه الشركه الاب بتراقبه هناك في لندن او في باريس او في امريكا، فبيراقبوه. وانا في بعض الحته تلاقي عندهم فعلا، بس حاجته طبعا غاليه. حتى لو نزل عشان فرق العمله بقى، ده موضوع تاني. حتى كمان لو نزل الفرد، دخلت وسط البلد ليه بدله ب 25000 جنيه؟ لا فبقول له يا باشا ب 25000 جنيه في وسط البلد انت تلاقيك ما بتبيعش. صعبه قوي. براند برضه لا ليه زباينه. فبيقول لي يا باشا انا السنه دي بيع اكتر من السنه اللي عدت. شفت بقى. طبعا. لا طب ليه بقى؟ ليه زباينه. طبعا ليه زباين خاصه. في بهوات في البلد عنده فلوس. ده حقيقي. استاذ محمود، انا بتمنى يا رب الناس كلها تبقى معاها فلوس ان شاء الله. انا هرجع لحضرتك تاني، بس واحنا بنتكلم عن الاوكازيونات الوهميه، حضرتك برضو ذكرت البرلمان واهميه دور البرلمان في القضيه اللي احنا بنتكلم فيها، الاوكازيونات الوهميه وازاي نقدر نحدد الاسعار. فاحنا معانا دلوقتي على التليفون السيد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنه الاقتصاديه البرلمان. اهلا وسهلا بحضرتك، وصباحك صباح الورد يا فندم. اهلا وسهلا بيك وسهلا بضيوفك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ عمرو. انا كنت عايزه اسال حضرتك عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، الاوكازيونات الوهميه والسيل الوهمي. راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ وبرده كمان لو حضرتك تنقل لنا راي البرلمان او ما يدور في البرلمان عن هذا الموضوع. هو الحقيقه خلينا واقعيين، احنا في مصر عندنا بس الجانب التجاري بشكل كبير جدا فيه عشوائيه. والعشوائيه دي بيترتب عليها اثار سلبيه كثيره، يمكن بيكون لها ضرر مباشر على المواطن في موضوع السيل والخصومات اللي بتتم.
ويمكن غياب جانب كثير من الرقابة بيؤدي إلى ذلك العشوائية وبيؤدي إلى عدم تنظيم العملية. لكن خلينا برضو واقعيين إن في لما بيحصل سيل في كثير من الأوقات بيبقى في شركات وفي محلات كثيرة بتنزل الأسعار. لكن هي النقطة إن ممكن يكون المواطن ما بيبقاش عارف السعر قبل السيل إيه والسعر بعد السيل إيه. لكن اللي ممكن يعالج النقطة دي هي زيادة الإنتاج أو زيادة المعروض من السلع أو التنافسية. عشان نحقق زيادة الإنتاج والمعروض من السلع والتنافسية أنا شايف إن إحنا محتاجين نعمل يعني منشآت تجارية بشكل أوسع، محتاجين إن نعمل حاجة اسمها مدينة تجارية. دول العالم كلها بتعمل المدن التجارية، بتعمل الأماكن اللي كمان اللي هي بيبقى زي الأولد جيت كده في أوروبا، بيبقى تلاقي البراندات كلها عاملة ديسكاونت وعاملة سيل وعاملة. هو ده اللي ناقصنا يا أستاذ عمرو بصراحة، ولا ناقصنا فعلا تشريعات جديدة وتطبق بمنتهى الصرامة؟ لأن إحنا دلوقتي شايفين مولز بقت تتبني بشكل، لا يعني إحنا عندنا مولز دلوقتي في مصر بقت تتفتح بإنتاج ضخم يعني وميزانية ضخمة، وفي ناس بتشوف إن مفيش أكتر من محلات الملابس. هقول لحضرتك حاجة، في معوقات أيضا بتواجههم نتيجة ارتفاع سعر العملة والتكلفة والكهرباء والطاقة. ففي عوامل كثيرة بتتحكم في الموضوع، وأيضا كثيرا من المولات اللي بتفتح جديد تكلفتها الإيجارية عالية جدا، فبالتالي ما تقدريش تحددي كل محل ممكن يبيع بكام. البراندات ممكن العالمية ممكن ليها سعر ثابت في كل الأماكن، لكن لما تكسبي مشروع صغير غير مشروع كبير، ده بيشغل عمالة قد إيه، ده بيدفع تأمينات قد إيه، ده بيدفع كهرباء قد إيه. أستاذ محمود العسقلاني مع حضرتك رئيس جمعيه المواطنين ضد الغلاء، وعايز يسال حضرتك سؤال. اتفضل. اوكي اتفضل. صباح الخير يا ست نائب. انا اولا اهلا بيك، هل حضرتك تتوافق معي في انه احنا محتاجين تعديلات على بعض القوانين والبرلمان يستطيع تعديلها، منها قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه؟ انت عارف حضرتك انه لسه كنت بتكلم على فكره انه ال- 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 السوق المصري بيسيطر عليه احتكارات، وانا مش عنديش مشكله حتى طبقا للقانون في الاحتكار، لكن في الممارسه الاحتكاريه النهارده اللي بيعمل ممارسه احتكاريه وبيضبط بياخد حكم بعد 4-5 سنين. انا ليه ما اعملش غرامه فوريه ويحددها الجهاز، والجهاز يبقى فيه عناصر قضائيه موجوده في اللجنه او في مجلس ادارته، او يبقى فيه لجنه في جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه هي اللي تحكم بوجود غرامه فوريه، تمام، وبعد كده يروح المحكمه براحته الى لانه في النهايه ممكن تلاقي الباشا بيعمل احتكاره وبيكسب الارباح اللي هو عايزها، وبعد ما بيكسب تيجي بعد 4 سنين يكون هو كمان خرج من السوق. هو انا معاك في يعني انا يمكن من ضمن الناس اللي دايما بيشتكوا دايما من جهاز منافسه ومنع الاحتكار، وتحدثت كثيرا في مع الجهاز على مدار ال3 سنوات السابقين في البرلمان، ويمكن كان في استدعاء لرئيس جهاز حمايه المنافسه بعد يعني في تم تغييره وفي رئيس جهاز حاليا جديد، وكان لسه في البرلمان عندنا من حوالي اسبوعين بيشرح البرنامج، وحصل حقيقه عليه ضغط كبير جدا من النواب، وانا يمكن كنت احدهما ان انا اتكلمت معاه بشكل حاد جدا على دور الجهاز، وان الجهاز له معايير مختلفه جدا عن الممارسات الاحتكاريه اللي بتتم في السوق المصري. خلينا ما نقدرش نركن ان في ممارسات احتكاريه فعلا في السوق المصري، لكن ده محتاج فعلا رقابه جيده من الجهاز. وايضا عندنا قانون حمايه المستهلك الجديد تم وضع معايير وتم وضع نقاط كثيره في ان هو يقدر يحد من الممارسات الاحتكاريه ومن التنافسيه ومن عدم قدر ورقابه على التجار ووضع السلع الاسعار على السلع، وفي يمكن اكثر من 76 ماده كلها بتتحدث على تنظيم التجاره في مصر، لكن الى الان الحكومه تاخرت في اصدار اللائحه التنفيذيه فلم يصدر بشكل كبير جدا. وايضا تشكيل الجهاز وتشكيل وهيئه مكاتب ليه في المحافظات المختلفه ايضا هتكون عائق شويه، لكن بعد توليه الجهاز حمايه المستهلك لرئيس الوزراء مباشره والرقابه عليه مباشره ووضع ضوابط وعقوبات تصل الى يعني احنا شلنا عقوبه الحبس عشان كمان ما ناثرش بس على الاستثمارات الاجنبيه. خلينا برضو واقعيين شويه، ان انت عندك استثمارات اجنبيه بتيجي في هذه المجالات، النشاط التجاري مش نشاط محلي فقط، لا في نشاط اجنبي وشركات عالميه بيبقى ليها محلات في مصر وفروع في مصر، فما بنقدرش نحط القيود الكامله لان احنا اقتصادنا برضو اقتصاد حر ومفتوح، ما اقدرش احط القيود. هو واضح طبعا من الكلام دلوقتي ما بين حضرتك واستاذ محمود انه في اتفاق على ان احنا بالفعل محتاجين يعني سن تشريعات جديده علشان مصلحة السوق أكتر والحركة التجارية أكتر في مصر ومصلحة المواطن المصري طبعا. هل هنشوف قريبا داخل مجلس النواب مناقشة لإصدار تشريعات جديدة؟
هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا يمكن التشريع قانون حمايه المستهلك لو تم تطبيقه بشكل جيد هو اوريدي صدر، لكن اللائحه التنفيذيه لم تصدر بعد ولم يتم تطبيقه بشكل كامل في السوق. اعتقد بشكل كبير جدا لو تم تطبيق هذا القانون مع التعديلات اللي ممكن تحدث لقانون المنافسه ومنع الاحتكار، اعتقد بشكل كبير جدا السوق ممكن ينضبط. بس خلينا برضو واقعيين ان في ظروف اخرى ممكن تتحكم في الاسعار وتتحكم في ده، اللي هي جانب التكلفه، سعر الدولار، سعر المنتج اللي بتستورديه من الخارج، سعر المواد البتروليه والحاجات اللي بتتحكم في النقل، كل ده ايضا بيكون له اثار سلبيه او له زياده في التكلفه على المنتج. لكن مع الاستقرار ده، واتوقع ان 2019 ان شاء الله ممكن يحدث استقرار نسبي لنا في السوق المصري، ممكن يبقى عندك استقرار في الاسعار بشكل كبير جدا، ونحاول ان احنا نوجد مجال اكتر ومناخ افضل للتنافسيه وما بين ما بين التجار وبعضهم. عظيم، نشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده النائب عمرو الجوهري عضو اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان. طبعا كل عام حضرتك بألف خير. أستاذ محمود عايزين نرجع لحضرتك، بس عايزين نرجع لحضرتك تقول لنا بقى الروشتة إزاي أقدر أشتري في وقت السيل من غير ما يضحك عليا في دقيقة. عرف الفاتورة وخدي فاتورة. أولا الفاتورة تخوفه، لأنه لما بتاخدي منه فاتورة ده وكاتب لك فيها أنا عامل لك سيل، تمام، من الممكن أن أنت تشتكي بيها. طبعا خلاص بقى هو اعتراف منه بانه الباشا عامل سيل، تمام، او عامل تخفيض عشان الناس تبقى عارفانا، تمام. فيراقب لو غلط فيه او انت خدتيه ورحت اشتكيتيه في 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 وزاره التموين او في قطاع التجاره الداخليه، من الممكن ان يحاسب، لانه هو السيل اللي ما بتعملوش الحكومه اللي بيعمله هو بنفسه فرضه على نفسه. طيب زي بدري كده. طب اشتري ايه؟ اشتري براند ولا اشتري من محل عادي جوه المول؟ ولو في محل جوه المول ومحل بره المول اشتري منين؟ والله انا مع اللي احنا نشتري حاجات مصري. انا بامانه البدله اللي لابسها دي مصري، تمام. ربما الكرافطه دي سيري عشان البهوات هنا ما بيعرفوش يعملوا كرافطات، تمام. انما خلينا نتكلم، وعلى فكره كرافطه ب 50 جنيه رخيصه خالص، تمام. انما خلينا اقول لك انه انت محتاجه تشتري مصري، احنا نشتري مصري، وجوده المصري الحقيقه الفتره الاخيره دي كانت كويسه جدا، تمام. البراند بس بيريحك في ايه؟ في انه عنده التزام في الاسعار بتاعته. بس بيتهيألي البراند بيبقى تقفيل مصري من المنطقه الصناعيه، يعني أيوة معروف يعني الى حد كبير، بس بمقاييس بقى هو بياخد رياليتي وبياخد فلوس من الدوله، يعني بيطلع. انا بصي انا ضد اي حد يطلع دولار بره البلد. انا رفضت المدربين الاجانب واللاعبين الاجانب والحكام الاجانب ومش عارف اي حاجه تاخد مني دولار وتطلعه بره بلاه. ايوه صح. يعني انت بلدك فيها خير وفيها ناس كويسه. طب لو انا ماشيه في يعني اقول لك على حاجه، حسام البدري حصل على كام بطوله في الاهلي النهارده؟ الراجل الاجنبي جه خد فلوس بالدولار وجري ما خدش حاجه وجابها زايب. انما المدرب المصري بتاعك حسن شحاته طبعا طلب بطولات امم افريقيا، ده المعلم ده وده ولا خد دولار ولا حاجه، ده كان ممكن بياخدوا منه فلوس. يعني خلينا نتكلم، انا بحتاج المرحله اللي جايه دي اي حاجه يبقى فيها دولار تطلع بره كفايه. عايزين نقفل شويه على نفسنا. صحيح. ونحاول نبني بلدنا. البلد دي والله واقسم بالله انا نفسي احضر اليوم ده، وبتمناه ان شاء الله يا رب نحضره كلنا واولادنا تشوفه. بلدنا يبقى فيها خير، ولا نحتاج فيها لدعم، ولا نحتاج فيها لتمويل، ولا نحتاج فيها للكلام ده. بانولد سيلفا في البرازيل عمل ده، كان بيعمل مطاعم بتاكل ببلاش. عندما البلد غنيت النهارده البطاعم ما حدش بيخشها. ليه؟ خلاص الدوله كبرت وبقت حلوه وبقى الناس معها فلوس وتشتغل باذن الله. لما نشتغل البلد دي هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. الخير قادم بايد ابناء المصريين وباختيارهم ان شاء الله. يمكن المنتج المصري دلوقتي بينافس وبينافس بقوه شديده. يا ريت يعني اللي ما جربش يا ريت يجرب، هتختلف الموضوع، هيختلف معاكم تماما. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب. عام سعيد يا رب. وكان حضرتك طيب. كان ضيفنا في هذه الفقره استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. اهلا وسهلا. نورتنا يا استاذ محمود، واستفدنا من المعلومات اللي حضرتك قلتها. بنشكرك شكرا جزيلا. وحضرتك طيب. مشاهدينا هنسيبكم مع فاصل ونرجع بفقرتنا الثانيه، خليكم معانا.
ان انا بتمنى حاجه يعني في اخر السنه، اعرف عن الويشنج ليست ان الامنيات اللي انا عايز احققها السنه الجايه، ليست بكتب فيها الحاجات اللي انا عايز احققها واللي انا نفسي فيها. يعني الويشنج ليست الحاجات اللي انا عايز احققها، زي مثلا ان انا نفسي ابقى في وظيفه كويسه واقدر اكون اسره سعيده. قائمه الامنيات اللي انا نفسي احققها في حياتي زي لسته كده بقول فيها كل انا عايز احققه في 2019، كل انا نفسي فيه في السنه الجديده. اعرف حاجات حلوه، المفروض ان احنا بنتمنى حاجات حلوه بقى تحصل لنا. الويشنج ليست الحاجات اللي كان نفسي احققها واللي نفسي احققها والمفروض كنت حققتها. يعني المفروض هي عباره عن لسته الامنيات اللي انا نفسي احققها واللي انا حققتها واللي لسه ما حققتهاش اصلا. الويشنج ليست الحاجات اللي انا عايزه احققها واللي نفسي ان هي تحصل بجد. الويشنج ليست هي القائمه اللي احنا ممكن نكتبها عن حياتنا عموما نحققها في السنه الجديده او عن حياتنا عموما. يعني حاجات انا عايزاها. الويشنج ليست اللي هي يعني زي لسته فيها المفروض امنيات اللي انا حابه احققها. يعني عايز العب كوره، كان نفسي ادخل اعلام، دي الحاجه اللي كنت كاتباها وما اتحققتش للاسف. كنت عايز احقق بطوله الجمهوريه مركز اول بس جبت مركز ثالث. يعني كنت عايز اخش كليه الشرطه ما حققتش. انا ما حققتش حاجه الحقيقه يعني ما حققتش يعني اي حاجه. مش بحسبها كل سنه صراحه، انا زي ما تيجي بحاول ادوم اي بست. يعني ما فيش حاجه اتحققت من اللي كان نفسي فيها. يعني من الاخر انا كان نفسي احقق حاجات كتيره اصلا وما عرفتش ان انا احققها، فما عنديش حاجه معينه ان انا احققها. يعني كان نفسي ادخل كليه تانية، اني اسافر بس فشل. يعني اعلي جي بي اي مثلا، ما بيعلاش ان انا اتخرج وان انا اسافر بره. العب ابقى لعيب كوره، انجح يعني واجيب تقدير عشان بس ماما يعني تفرح وكده. اطلع بطوله افريقيا السنه الجايه، اشتغل في المجال اللي انا فيه وابقى كويس فيه. ايه اجيب عربيه، نفسي الاهلي ياخد افريقيا الصراحه، فعايز ابقى اكمل بقى ايه اجتهد بقى ايه في الكلية دي. الحاجات اللي محققتهاش في 2018، نفسي ان انا يبقى ليا كارير يعتبر. يعني نفسي اتعلم اركب عجل واعزف جيتار. الويشنج ليست بتاعتي اني انجح في كليتي. نفسي في 2019 في الويشنج ليست اعلي الجي بي اي. الويشنج ليست بتاعتي يعني في 2019 ان انا اهم حاجة بالنسبة لي اتخرج واسافر بره. شفنا مع بعض دلوقتي عين عشوائية كده من شباب مصري زي الفل بيتكلم على مفهوم الويشنج ليست وبيعمل الويشنج ليست بتاعته ازاي وايه الويشنج ليست او ايه الامنيات بتاعته اللي عايز يحققها في 2019 وليه. يمكن كتير مننا او في ناس كتير قوي من دايما المدخنين يقولوا ايه دايما في الويش ليست انه عايز يبطل التدخين وعايز يعمل دايت، والامنيتين دول عمرهم ما بيتحققوا تقريبا في معظم الناس. تعالوا نشوف يعني ايه ويشنج ليست بشكل نفسي وبشكل علمي صحيح وعلى خطوات كده مدروسه مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده الاستاذه امل رضوان الكاتبه واستشاري علم الاجتماع. اهلا بحضرتك. أهلا. صباحك صباح الورد. صباح النور ويا رب سنه سعيده على الجميع كده يا رب ونحقق فيها كلنا كل امانينا. يا رب يا رب ان شاء الله. استاذه امل يمكن احنا عايزين حضرتك تدينا بقى دفعه امل وكنا بنتكلم عن الويشنج ليست وعملنا التقرير وسالنا شباب كتير عن الحاجات اللي نفسهم يحققوها زي ما قالت مها كده ما حدش خالص قال في التقرير ان هو عايز مثلا يبطل سجاير او يعمل دايت، مع ان من سنين طويله كان بدات اول ويشنج ليست سمعنا عنها اللي هي اغنيه شعبان عبد الرحيم ابطل السجاير واكون انسان جديد من اول يناير. فالفكره بتاعت ان الواحد بيحط لنفسه خطه علشان يمشي عليها سنه كامله او سنه جديده فيها تغيير في حياته، هل هي بتنجح؟ هل هي ليها معايير علشان تنجح ولا لا؟ صحيح، عشان تنجح لازم فعلا يكون ليها معايير. يمكن احنا دايما بنقول عشان لما نيجي نحط هدف او حلم او امنيه احنا عايزين نحققها ما بتكفيش بس ان انا عايز ان انا عندي امنيه عايز احققها، لازم يكون في عده عوامل هي اللي هتخليني ان انا امشي في التراك الصح وان انا احقق الهدف ده. قبل ما نتكلم على العوامل، تعريف الويشنج ليست ايه الاول؟ يعني ببساطه قوي هي فكره ان انا ازاي ان انا يكون عندي قائمه بالاهداف والامنيات والاحلام ولكن تكون اهداف ليها معايير او ضوابط معينه اهمها او حتى بيتقال عليها سمارت اوبجكتيفز او اللي هي يعني هي اتخذت من الحروف دي رمز لكل حاجه. اول حاجه سبيسيفايد اللي هي يكون هدف محدد، انا عايز انا يعني انا عارف انا عايز ايه. يعني فكره زي ما حضرتك بتدي مثال ان انا عايز ابطل تدخين او عايز اخس، لو انا بس قلت كده مش هحقق ده، ولكن انا بحدد الهدف بتاعي برؤيه محدده وكمان بضيف له معايير تانية ان هو يكون انا عايز اخس قد ايه
في وقت محدد. يعني انا بربطها تي اللي هي التايم، انا بربطها بوقت محدد، انا عايز اخس مثلا 10 كيلو في خلال شهر، في خلال شهرين، وابتدي ان هو يكون قابل للقياس. الهدف بتاعي ده يكون قابل للقياس، يعني انا اقدر اقيسه في خلال الفتره دي، بعد اسبوع مثلا انا نزلت قد ايه. والاليه بتاعه التنفيذ، يعني ازاي ان انا اكون احقق الهدف ده، مش مجرد ان انا بقول انا عايز اخس وخلاص، لا، ده انا عايز اخس في فتره زمنيه محدده. الاليه بتاعه التنفيذ او ازاي هوصل لتحقيق الهدف ده، زي مثلا انا هاكل اكل صحي متوازن، هتابع مع دكتور خاص بالرجيم، هروح جيم، امارس رياضه، بحيث ان انا باخد الوسائل اللي بتساعد على تحقيق الهدف ده. يعني هي الفكره ان انا مش بحط هدف واسيبه عشوائي، لا، انا لازم اكون الهدف ده له اطار محدد، اطار زمني واطار معاييري ان انا هقدر اقيسه، هقدر ان انا هو واقعي. كمان من الحاجات المهمه جدا ان انا هشوف اذا كان الهدف ده قابل للتحقق ولا لا. يعني ما اجيش اقول لا انا هنزل في اسبوع 20 كيلو، ده هدف مش منطقي. يعني لازم يكون الهدف ده قابل للتحقيق على ارض الواقع. هي دي المعايير الاساسيه اللي على اساسها ان انا بحط هدف او رؤيه واضحه قدامي. ودايما بنقول ان احنا بتبقى في اهداف على بنسميها على الشورت ران وعلى اللونج ران، يعني هدف بعيد المدى وهدف قريب المدى. ازاي بحط او ايه اللي بيتحط الاول؟ يعني بيتبادر للذهن اوقات الناس بتفتكر ان الاهداف القريبه هي اللي بتتحط الاول. العكس هو الصحيح، ان انا بحط الهدف البعيد الاول، الهدف الكبير بتاعي، وبعد كده ببتدي احط اهداف صغيره بتوصلني لتحقيق الهدف ده. طيب هل مثلا في بعض الاهداف سواء كبيرة أو صغيرة ما ينفعش تتحط في الويشنج ليست؟ يعني مثلا أنا عايزة أتجوز السنة الجاية، أو أنا عايز مرتبي يزيد السنة الجاية. مرتبي مش حاجة بإيديا أنا، يعني تكنيكلي مش بتاعتي، بس يعني عايز أسعى أن مرتبي يزيد شوية، ده ممكن أحطه في الويشنج ليست وأحط له كمان خطوات أعرف أحققها؟ أكيد. ما هو أنا عايز مرتبي يزيد، هيزيد إزاي؟ هل يعني من غير أي سبب، ولا من خلال أن أنا بنمي مهاراتي بقى، ببتدي أن أنا أشتغل على نفسي؟ أنا من ضمن أهدافي أن أنا أجيب عربية، أن أنا مرتبي يزيد، أن أنا أحسن من مستوى دخلي، فأنا ببتدي أحط بلان أنا أحقق ده إزاي؟ انا هطور من نفسي، هطور من مهاراتي الشخصيه، هضيف لشغلي، هبتدي ان انا احاول ان انا ابتكر وابدع في شغلي، ان انا اخد كورسات تخليني افضل في المجال بتاعي، هدور على شغل يحقق لي دخل اعلى، هبتدي كمان ان انا اعرف ازاي ان انا احط ميزانيه، ان انا ازاي ان انا اوازن بين الدخل بتاعي وبين المصروفات بتاعتي، بحيث ان انا اوفر، بدل ما انا كان الاستهلاك بتاعي عالي والمصاريف بتاعتي اعلى من الدخل يعني بتاعي. في كذا اجراء بيتاخد بالتوازي اكيد في تنفيذ الهدف اللي انا كاتبه في الويش ليست. احيانا في ناس تقول لك انا اشتغلت على نفسي وعملت 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 والمكان اللي انا فيه ما قدرنيش ولا يعني قدرني باي حاجه، يدخل بقى على مدير ويقول له سمحت انا عايز ريز ولا يعمل ايه؟ بصي، ده برضه عشان احنا يعني انا مع التفاؤل وكل حاجه، بس مع الواقعيه جدا. صحيح. يعني انا اللي حضرتك بتقوليه ده بيحصل على ارض الواقع، وكتير من الناس وكلنا يمكن مرينا بتجارب زي كده، ان انا ممكن ادي شغلي قوي وما يدينيش قوي. صحيح. بس انا برضه بفضل صح زي ما انا بفضل اسعى، ممكن زي ما كنت بقول من شويه، ان انا اشوف مجال تاني، اشوف شغل تاني يقدرني، يشوف مجهوداتي، يشوف الخبره والكواليفيكيشنز بتاعتي، كل ده هيؤهلني ان انا اسعى او ان انا احقق الحلم. يعني احيانا اصحاب البيزنس او في مجال معين ممكن يضغطوا على اللي بيشتغل عنده جامد قوي وما يقدروش، لانه مالي ايده، عارف انه اصلا احمد ربنا انك تلاقي شغل، لان في احسن منك قاعدين في البيت مش بيشتغلوا، فبيلعب على الحته دي بكل ثقه، وبالتالي يعني اعتقد دي برضو مهما كان احسن في الاخر بني ادمين يكون محطم نفسيا، يعني مهما كان ده بالعكس، ده انت لما بتلاقي نفسك اشتغلتي على نفسك وعملتي مجهود والمجال ده بيتعامل معاكي كده، نتعامل فيها ازاي؟ ما هو كده هو الجزئيه دي ليها شقين، شق خاص بالموظف نفسه وشق خاص بالاداره. ممكن عشان كده احنا بندي كورسات كتيره جدا للتوب مانجمنت او للاداره العليا، انها ازاي انها تحفز الموظفين بتوعها وازاي انها بتستثمر فيهم بطريقه سليمه، لان فكره ان انا عشان ادي شغلي انا محتاج ان انا اخد منه، ده شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا. بس انا لما باجي اتكلم على شق الموظف، لا، انت اعمل اللي عليك برضو، اسعى وافضل طور من نفسك لنفسك، عشان انت لو احبطت انت اللي هتخسر كتير قوي في ظل اصعب الظروف. يعني حتى لو هو بيعدي بمرحله على الناس كلها مش عليه هو بس، ان انا بديله اقل من مجهوده وبضغط عليه ولا ما ولا بطور فيه ولا حاجه، هو قاعد يشتغل على نفسه يفضل برضو
ماشي على التراك بتاعه. انا اولا واخيرا انا بتقي ربنا في شغلي. يعني ده مفهوم مهم قوي ان احنا نعمل بيه، ان انا في اي ظرف انا براضي ربنا، براعي ضميري في شغلي تحت اي ظرف من الظروف، وعندي ثقه ويقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضني، حتى لو شغلي حاليا مش مقدرني هيجي وقت ويقدروني، او ان انا هروح مكان تاني هيقدرني وهيعرف امتى، حتى لو ده اتاخر شويه، بس ثقه ان ده فعلا بالفعل هيحصل، ثقه ان حلمي هيتحقق وهشوفه قدامي طالما انا مخطط له صح. يمكن حتى فكره ان انا دايما بقول ان لازم نكون ايجابيين، ويمكن الايجابيه انا بقول ليها ثلاث محاور اساسيه، او هو شبه مثلث له ثلاث اضلاع. يا ريت. النفس والعقل والجسد. اول حاجه النفس، ان انا جوايا اراده، انا عايز اتغير، انا عايز انجح، انا عايز اكون افضل، فاراده وثقه في النفس، وتبتدي ان انا كمان بتمتع بالسلام الداخلي والاتزان النفسي، كل ده هيساهم في ان انا اتغير بالفعل الافضل. تاني حاجه هي فكره العقل. العقل لازم يكون عندي قناعه عقليه بالقدره بالفعل على النجاح، والقدره على التغيير، والقدره على ان انا اكون افضل. ده اصعب محور في المثلث. لا، هو اهم حاجه نمره واحد اللي هي الاراده. ان انا بالفعل ان انا عايز بالفعل اتغير وعندي اراده حقيقيه للتغيير. وتاني حاجه ده هيخليني بقى انتقل لنقطه العقل، ان انا هبتدي اخطط واحط اهداف برؤيه زي ما كنا بنقول من شويه، برؤيه واضحه ومحدده، ويجي بعد كده دور الجسد ان هو هينفذ بقى الخطه اللي انا حطيتها. فانا لو اشتغلت على الثلاث حاجات دول بطريقه سليمه، وهو منهج على فكره بسيط قوي، حتى الطفل الصغير ممكن هو ينفذه، حتى لو حد على قدر بسيط من التعليم، هو فكره ان انا عايز اتغير وبشوف ازاي هتغير للافضل. كمان نقطه مهمه انا بحب اقولها، ان احنا حتى واحنا داخلين سنه جديده، انا لما باجي احط اهداف لحياتي انا ما بركزش في جانب واحد بس في حياتي. معظم الناس مع الاسف بتلاقي انها ركزت في جانب واحد بس واهملت بقيه الجوانب. يعني احنا عندنا اي حد مننا عنده سبع جوانب في حياته. الجانب الاول هو الجانب الروحاني او الايماني، علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. الجانب الثاني هو الجانب الصحي. الجانب الثالث هو الجانب الشخصي، حياتي انا الشخصيه. الجانب الرابع عندي الجانب الاسري، سواء كانت اسرتي الكبيره او اسرتي الصغيره. بعد كده بيجي الجانب المهني او الشغل يعني، او دراستي لو حد لسه طالب. في الجانب الاجتماعي، دوري ناحيه مجتمعي. الجانب السابع وهو الجانب المادي. سبع جوانب دي بتلاقي معظم الناس ركزت في جانب او اتنين واهملت بقيه الجوانب. الناس اتجوز وعايزه يبقى معايا فلوس وبس، مثلا اركز في دول وابدا اشتغل، اهملت صحتي، اهملت مثلا اسرتي، اهملت دوري ناحيه مجتمعي. فهتلاقي ان الحياه بس يعني حضرتك سبع جوانب مش سهله، يعني ان انت تشتغلي على سبع ملفات، لو قلنا سبع ملفات بالتوازي نعمل ده ازاي؟ ببساطة جديدة، وأنا بحط أهداف في سنة جديدة، أنا بحط في كل جانب من جوانب حياتي أهداف. أنا عايزة أصلح علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، عايزة أتقي ربنا في كل شيء، أنتظم في الصلاة، أيا كان الأهداف اللي أنا بحطها، أو أنا هدفي الكبير أن أنا أدخل الجنة. فهتلاقي أن ده الركيزة الأساسية اللي بتنعكس على بقية الجوانب بالإيجاب. الجانب الصحي برضه جانب مهم جدا، وهقول حاجات بسيطه جدا، اكل اكل صحي متوازن، احافظ على صحتي، امارس رياضه، ابتعد عن العادات الغير صحيه زي السهر، زي التدخين، زي اي حاجه بتضر صحتي. فهبتدي ان انا اشتغل على الجانب ده واحط برضه اهداف. لو انا اوفر ويت مثلا هبتدي ان انا احاول انزل من وزني، انا بدخن هبطل التدخين، اي حاجه بشوف انها بتضر بصحتي هحاول امتنع عنها، لان الصحه هي اللي برضه هتقوم لي بقيه جوانب حياتي. الجانب شخصي جانب مهم جدا، هي فكرة ان الانسان اساسا يعيد اكتشاف نفسه مرة تانية. يعني انا هكتشف ايه ايجابياتي وايه سلبياتي، والايجابيات دي هبتدي استثمرها واشتغل عليها ونميها ونمي المهارات اللي عندي عشان ان انا استفاد منها. واحب نفسي، ده اهم حاجة، لانه في ناس بتكره نفسها وبتتبع جلد الذات طول الوقت، دي ما بتعرفش توصل لحاجة خالص. ده حقيقي. وما بتعرفش تحب اللي حواليها، ما هو مش حابب نفسه اصلا، حابب اللي حواليه ازاي؟ دي مشكلة. وحتى بنقول لو احنا قصرنا في حياتنا او شفنا مثلا ان هدف ما اتحققش، انا بعترف التقصير دون جلد الذات، لان انا لو استغرقت قوي في جلد الذات ولوم نفسي هلاقي ان انا وقفت مكاني ومش هحقق اي حاجه. فانا بكون موضوعي، انا بعترف بالتقصير، مش بعلقها على شماعات الاخرين او ان انا ظروف وغصب عني، لا، انا بعترف بموضوعيه، ولكن بتابع بقى ان انا اصحح الخطا ده، ابدا فورا في تصحيح الخطا. طب هل في حد استاذه امل بيعمل
قايمه بالحاجات اللي فشل فيها او الحاجات اللي مش كويسه اللي اتعملت خلال مثلا السنه اللي هو فيها، وبيعمل واشنج ليست وبيقارن ما بينهم، بيبدا بقى يستقلص الحاجات اللي المفروض يعملها، ولا ده ما بيحصلش؟ هو على ارض الواقع او كتب التنميه البشريه بتقول ان 3% بس هم اللي بيخططوا وبيكتبوا اللي هم مخططين، ودي طبعا نسبه قليله جدا. احنا عايزين النسبه دي تعلى قوي، فنبتدي ان احنا لا نشتغل عليها. يعني الواحد لو كتب اخطائه هيقدر يصلحها؟ ده مهم قوي. ليه مهم الكتابه؟ يعني احنا دايما بنسمع فعلا اكتب افكارك، اكتب الحاجه اللي نفسك تحققها، ما تكتبش الحاجات اللي مزعلاك عشان ما تعيدش انتاجها في الواقع مره اخرى. ايه اهميه الكتابه؟ فكره ان انا بهيئ عقلي الباطن لان هو يشتغل معايا في التراك الصح، لان في حتى نظريه لجوزيف ميرفي بتتكلم على نظريه الجهد المعكوس. فكره ان انا لما عقلي الباطن وإرادتي بيشتغلوا في اتجاهين متعاكسين، بتلاقي إن العقل الباطن أو الخيال أو اللي مسيطر على خيالي هو اللي بيكسب في الآخر مع الأسف. يعني مثلا سي أنا عايز أنجح، بس أنا مسيطرة عليا فكرة الخوف من الفشل أو إن أنا هسقط أو إن أنا مش هقدر أحقق الهدف ده، فعقلي الباطن مع الأسف أو الخيال اللي أنا بتخيله ده دكتور جوزيف ميرفي، ده الكتاب بتاع The Power of Your Subconscious Mind. بالظبط. فبالفعل الموضوع ده على أرض الواقع ده حقيقي، وهو مش كلام نظري بس، لا على أرض الواقع إحنا لو طبقناه هنلاقي إن فعلا ده حقيقي. فكرة حتى لو جيت على الشخص اللي بيمشي على الحبل، لو هو سيطرت عليه فكرة إنه هيقع، لكن لو هو مركز في العمل وعنده ثقة ان هو هيقدر ان هو يمشي، بيمشي وبيكمل ومش بيقع، وعنده هدف نقطه واحده قدامه ما بيبصش يمين ولا شمال. فهو مهم قوي ان انا اخلي عقلي الباطن او الخيال بتاعي دايما شاغل باله بالنجاح، ده كمان شغل باله بالحاجه في الايه وعلى نياتكم ترزقون. يعني اتس اباوت انتنشن، او النيه بتوجهيها فين. فلو النيه فعلا فيها استسلام او انك هتقع، يعني بيحصل السقوط. ده حقيقي. وتفائلوا بالخير تجدوه. كل ما بتفائل واكون اكثر ايجابيه واكثر تفاؤلا، ده هيخليني امشي في التراك الصح، على عكس ما بتشائم باحبط، فالخطه بتاعتي مش بقدر انفذها. ومش بقول بس ان احنا نتفائل ونفضل مكاننا، لا، احنا مع التخطيط، مع العمل الجاد، مع ان انا اشتغل على نفسي، هلاقي ان انا بالفعل اتغيرت. يمكن لو رجعت تاني لبقيه السبع جوانب، هاجي بعد كده للجانب الاسري. مهم قوي ان انا يكون ليا ايا كان موقعي، اب، ام، اخ، اخت، ابن، خال، عم، يعني يكون ليا دور ايجابي في حياه الاخرين، ما اكونش سلبي، ما اكونش اناني، بحيث ان انا دايما اتعود على افضل معطل. توقيت لكتابه الويشنج ليست في اليوم، هل قبل النوم ولا اول ما اصحى؟ دي حاجه. وابتدي اكتبها امتى؟ اخر يعني انا عايزه اكتب الويشنج ليست 2019، ابتدي اكتبها في يوم 31 ولا هو انا يعني ببدا فورا في اي وقت؟ انا المفروض ان انا مش لازم ان انا استنى لاخر السنه، لا، انا دايما عندي خطه، ودايما براجع كمان الخطه بتاعتي وبراجع الاهداف بتاعتي. حتى في تقييم سنه فاتت من عمري، انا بشوف لو انا قدامي اتنين نوعيتين من الناس، حد كان اوريدي حاطط خطه واهداف واضحه، وشخص تاني كان ماشي كده. الشخص الاولاني اللي هو كان حاطط خطه، ببتدي اقيم الخطه اللي عدت السنه دي، انا حققت منها نسبه قد ايه، كام هدف منهم اتحقق، وليه اتحقق، وليه الحاجات اللي ما اتحققتش ليه، وابتدي احط ايدي على الاسباب الرئيسيه. طب النسبه المرضيه كام الواحد يحس ان هو لا انا قدرت فعلا السنه دي، او خطتي نجحت السنه دي وقدرت احقق هدفي؟ يعني ممكن تكون نسبه كام؟ يعني بالتاكيد اكيد تكون معديه 50%. وكمان وضع في الاعتبار ان انا الظروف اللي كانت محيطه طبيعية، هل هي كانت معايا، وهل التقصير كان مني ولا من الظروف الخارجية؟ عشان كده أنا دايما بقول بنيجي لما بيحصل إخفاق في حياتنا أو هدف لم يحقق، فأنا ببتدي أن أنا أحلل إيه السبب اللي ما خلانيش حققته. بيبقى قدامي حاجة من ثلاثة، إما أن هو تقصير مني أنا، أو أنها تكون ظروف خارجية، وظروف خارجية بموضوعية فعلا، مش حاجة أنا برمي عليها اللوم، او ان هو يكون انا مش ماشي في التراك الصح، او ان انا محتاج ان انا اغير مسار، كنت حاطط هدف غير واقعي فعشان كده انا ما حققتوش. فانا لما بحط ايدي على السبب الرئيسي، لو انا تقصير مني خلاص اتس اوكي، يبقى انا يعني ابتدي ان انا اعدل الخطه، اعدل بقى، وان انا ابذل قصارى جهدي عشان ان انا احقق. لو ظروف خارجيه خلاص، يبقى انا هعيد التجربه تاني، وان انا لا هعمل يعني هتحدى اي صعاب، لان طبيعة الحال احنا كلنا بتواجهنا مشاكل وأزمات، عشان برضو نبقى واقعيين، مش الدنيا لطيفة قوي، لا، في مشاكل وصعوبات، فأنا بحاول ان انا اتخطاها. وعشان كده دايما واحنا بنحط الخطة بتاعتنا لازم نحط خطة بديلة،
عشان يبقى عندي فكر إدارة الأزمات، إن أنا لو واجهتني أي مشكلة أي عقبة في طريقي لا أنا إزاي إزاي إن أنا هتخطاها وأبقى محضر سيناريو إزاي هتعامل مع الأزمة دي. بلان بي. لو الحاجة الثالثة اللي هي مثلا أنا الهدف بتاعي ده مش واقعي أو غير قابل للتحقيق، فأنا في الحالة دي أنا بروح مغير المسار. عشان كده بقول في الويشنج ليست بتاعت السنة الجديدة أنا بشوف إعادة تقييم للأهداف اللي كانت معايا، إن أنا محتاج إن أنا أخدها ولا ألغيها وأحط أهداف تانية أكثر واقعية معايا. كل سنة حضرتك طيبة وسنة سعيدة علينا كلنا، وإن شاء الله هندخل بويشنج ليست تكون مناسبة لينا وإن شاء الله نحققها في 2019. مشكورك شكرا جزيلا أستاذة أمل رضوان الكاتبة واستشاري علم الاجتماع، نورتينا وصباحك صباح الورد. مرسي صباح. مرسي يا أستاذة أمل، كل سنة وحضرتك طيبة ونورتينا فعلا في صباح الورد. أستاذة المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين، يا رب عام سعيد عليكم، ونفضل نقول لكم كده لحد ما نبدأ سنة جديدة. مرسي جدا جدا يا مها على النهاردة، وصباحك صباح الورد. صباح الورد عليك يا نور، وبكرة إحنا تاني برضو ساعتين من قبل دلوقتي هنكون معاكم في حلقة جديدة من صباح الورد.